ده هي فعلا لعبه انانيه يا سيدوني. سبحان الله معموله علشانك بالظبط. تقصد ايه؟ لا ما قصديش حاجه. اتفضل اتفضل يا سيدوني، انا هتمشى وراك. او اقول لك اربطني في العربيه واسحني لحد الخرم يا سيدوني، او اديني بالمضرب كده وتوديني لحد الخرم. ما احنا خدامينك يا سيدوني. بس يا ريس باتيان، انت هو يا انت كنت فرخه في الارض يا انا شبح يا انت هو يا انا ايه يا انا قليل يا انت شبح ده انا مولعه يا اعمل اي حاجه يا سامي افهميني، انا كل ما بدخل عمليه بتفشل، مش عارف حظي وحش ولا غباء من الاخرين.